طوب الارض. ربنا يخليك. هنسمع كابتن حسن يقول ايه ان شاء الله ترجع ترد. اتفضل يا حبيبي. اتفضل حسن علي. طبعا قبل ما يكون كابتننا في النادي انا لعبت معاه سنه 80 81، كنت انا في منتخب مصر الناشئين، وكان الكابتن حسن كابتن النادي هو والكابتن شاكر عبد الفتاح، وتشرفت ان لعبت معاهم وانا عندي 17 سنه. الكابتن حسن كان اخ كبير لينا، كابتن حسن كان اخ كبير لينا، دايما بياخد بايد الولاد الصغيرين والناشئين. اي ناشئ كان يطلع بصفته كابتن فرقه كان دايما يجي يقرب مننا، يا حسني ومحمد رمضان والجيل بتاعنا اللي هو بتاع جيل 63 ده، يا جماعه شدوا حيلكوا احنا محتاجينكوا، انتوا بقى الفتره اللي جايه انتوا مستقبل النادي. فكان بصراحه دايما داعم لينا وواقف معانا على طول، وكان بيدينا ثقه كبيره جدا في الماتشات والتمارين. يعني الكابتن حسن والله 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 كل اللي عاشره قلب ابيض صافي، انسان جميل عمره ما زعل حد. كان في فتره من الفترات كان هو المدرب غير اللعيب، كان هو مدرب مع الكابتن بدوي عبد الفتاح، وكنا كل يوم خميس الكابتن بدوي يعمل لنا عزومه قبل ماتش الجمعه. كانت سنه جميله جدا، والكابتن حسن كان يخلي ام مي الله يرحمها هي اللي تعمل لنا لازم فته وكوارع وبمبار ولحمه راس كل يوم خميس. ننزل الملعب تاني يوم اقسم بالله بنكسر اي فرقه نقابلها بالاكله دي. فكانت دي على المستوى الانساني جميله لفته كان هو على طول بيعملها في بيته. يعني طبعا هو كابتننا، ومن المميزات اللي في الكابتن حسن طيب القلب جدا، قلبه ابيض صافي يعني. وليه موقف معاه سنه 80 81، كان الكابتن ابراهيم الخليل اجتمع بينا، كانت الفرقه مستواها مذبذب شويه والنتائج مش خدمانه، واجتمع بينا وعزمنا على العشاء في مطعم كده في الهرم، وقال لنا يا جماعه بكره ان شاء الله انا عامل لل 16 لعيب اللي في التشكيل كل واحد 200 جنيه. كانت ال 200 جنيه دي سنه 80 81 اقسم بالله زي 2 مليون دلوقتي يعني. فاحنا معقوله يا كابتن ابراهيم؟ قال والله بكره بعد الماتش مباشره هتقبضوا ال 200 جنيه. فانا روحت بعد العشاء بحكي لامي الله يرحمها، قلت لها يما ده هيدونا بكره 200 جنيه لو كسبنا الماتش. قالت لي هتلعب؟ قلت لها هلعب. قالت لي طب انزل كابتن فرقه علشان خاطر ربنا هيكرمك هدعي لك وانت كابتن الفرقه تاخد ال 200 جنيه. فقلت لها بس الكابتن حسن علي. قالت لي قول له ماما بتقول لك بتدعي لك يا كابتن حسن عشان تاخد ال 200 جنيه نزلنا انا الكابتن. فحكيتها للكابتن حسن واحنا نازلين الماتش، والله العظيم اداني اشاره الكابتن هو اللي ركبها لي وراح بايس راسي قال لي قول لامك بعون الله هنكسب. والحمد لله رحنا كسبين، كان اخر ماتش في الدور الاول للاسماعيلي والحمد لله كسبنا 2-1. ده موقف جميل ما انساهوش طول عمري للكابتن حسن طبعا. فاكر الموقف ده انت طبعا حكيته. حسني